السلام عليكم ورحمة الله. طلبة شعبة الدراسات الإسلامية للفصل الأول، كيف ما وعدتكم إن شاء الله غادي نقوم بشرح دروس اللغة الفرنسية خاصة بالفصل الأول. هتكون عبارة عن سلسلة تضم مجموعة الفيديوهات. هذا إن شاء الله الفيديو الأول نشرح فيه أهم درس اللي تيكون يوم الامتحان، وهو البلوغيال دينو، الجمع ديال الكلمات. تعطوكم غالبا جمل وتقول لكم الكلمات اللي بين قوسين تحولوها إلى الجمع. ما عليكم غير تنتبهوا وتركزوا معي إن شاء الله نخرجوا فاهمين من هذا الفيديو. القاعدة العامة تقول فاش نحولوا الجمع تنزيدوا اس على فان. باغ اكزومبل لو ليفغ لي ليفغ ان غا دي غا. ولكن كاين واحد لي زيكسيبسيون، واحد الاستثناءات. هاد الاستثناءات هي الحالة الأولى، الكلمات اللي تيتسالاو ب او او ولا ا او ولا او ا او، هادو في الجمع تنزيدوهم اكس. باغ اكزومبل ان شوفو تيتسالا ب او او نزيدوه x دي شوفو، ان درابو تيتسالا ب او ا او نديرو دي درابو نزيدوه x، ان تويو تيتسالا ب ا او نديرو دي تويو ا او x. ولكن كاين ربعة د الكلمات تتسالا ب ا او، هذه الكلمات اللي معروفة جدا، وإلا فكاين أكثر ربعة د الكلمات تيتسالاو ب ا اي و ب او اي، ولكن واخا هكاك ما تنديرو لهم x تنديرو لهم s. حفظوهم: لوندو، ساغو، بنو، بلو. في الجمع نقولو لي لوندو، نقولو لي بنو، لي ساغو، لي بلو افيك اس على فان. الحاله الثانيه هي الكلمات اللي تنتهي ب او او اي، هادو تنزيدوهم اس على فان، ان سو، دي سو. ولكن الا سبع هاد الكلمات تيتسالاو ب او اي ولكن تنزيدوهم اكس ماشي اس، هادو خصهم يتحفظوا: بيجو، كيو، شو، جنو، هيبو، جوجو، بو. نقولو ان بيجو دي بيجو، ان جنو دي جنو. كاين الحاله اللي الكلمات تيتسالاو ب اس ولا ب اكس ولا ب زد، هادو في الجمع ما تيوقع لهم حتى شي تغيير. باغ اكزومبل لو بوا تتسالا ب اس تبقى لي بوا ب اس، لو بري ب اكس تبقى في الجمع لي بري ب اكس، لو غاز في الجمع لي غاز. كاين الكلمات اللي تيتسالاو ب ا ال، الكلمات اللي تيتسالاو ب ا ال تنزيدوهم تتولي اك ا او اكس في الجمع. باغ اكزومبل ان انيمال نزول ا ال ونعوضها ب ا اي اكس، دي زانيمو ان شوفال، دي شو دي شوفو. ولكن كاين 8 د الكلمات خصنا نحفظوهم تيتسالاو ب ا ال ولكن في الجمع تنزيدوهم اس: بال، كارنافال، شاكال، فيستيفال، ريسيتال، ريغال، كال، سيرفال. ان كارنافال دي كارنافال افيك اس. كاين الكلمات اللي تيتسالاو ب اي ال، عندهم جوج الحالات، يا اما تنزيدو اس بعض الحالات بحال ان ديتاي دي ديتاي، ولا تتولي ديك اي ال تولي ا او اكس، ان نيمي دي زيمو. هادو هما الحالات اللي كاينين كامله ديال الجمع في اللغه الفرنسيه. ديك الكلمات اللي عطيتكم ديك الحالات الخاصه خصهم يتحفظوا، وحاولوا تراجعوا الفيديو، حاولوا كروه مرات عديدة حتى يتثبت بإذن الله. ونتمنى أنني نكون شرحت لكم هذا الدرس بطريقة جيدة. إلى أن ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.